قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أنفق زوجين، يعني صنفين، من أنفق زوجين في شيء من الأشياء دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الحديث: وأبواب الجنة الثمانية التي رتب عليها أعمال تنفق، ذكر ابن حجر رحمه الله من بينها العافين عن النفس، من بينها العلم، فدل على أن العلم ينفق ويبذل.